هناك كلمة واحدة فقط لم أجد ترجمة لها، وحين قررت أن أنشئ مؤسسة باسمها حاولت أن أضع الاسم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ولكني لم أتمكن من إيجاد ترجمة لها. تلك الكلمة هي الوطن. فالوطن ليس كلمة فقط، الوطن محمل بحضارة الماضي وتاريخه وعراقته، وبآلام وآمال الحاضر والمستقبل. الوطن محمل هويتنا الثقافية والإعلامية والفكرية والحضارية. الوطن هو نحن، هو كل ما نشعر به، وكل ما نحبه، وكل ما نتذكره، وكل ما نطمح إليه. في اللحظة التي نقف اليوم فيها أمام سنوات ست من هذا الوطن، وقد طهره أبناؤنا بمداد دمائهم، وأشرقت أرواحهم لتكون شمساً مضيئةً لهذا الوطن، في هذه اللحظات ندعى لنقف على عام عاشر من كلمة كانت هي في البدء الكلمة. نعم، في البدء كانت الكلمة، والكلمة وطن. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكانت الجنة وطن، وكانت الجنة وطن. وهل هناك أجمل في الكون من جنة الوطن؟ بشكل صحيفة الوطن السورية إضافة حقيقية ومهمة وقيمة مضافة لمنظومة الإعلام الوطني. وقد عملت صحيفة الوطن بجدارة عالية جدا في مواجهة ما تعرض له سوريا من استهداف وعدوان، ومشروع على مستوى العقل والفكر يهدف إلى تدمير حضارتنا وثقافتنا وتهديد وجودنا. وبصراحة كان لصحيفة الوطن دور مهم جدا في تعزيز الجبهة الداخلية والدفاع عن هذا الوطن ومكونات ومفردات هذا الوطن. خليني استغل هذه الفرصة وهي مرور 10 سنوات على ميلاد جريدة الوطن لأنقل التحايا والتبريكات لكافة العاملين والمنتسبين إلى جريدة الوطن التي استطاعت الحفاظ على الرسالة الوطنية، على الرسالة الإعلامية الوطنية، بفضل كادرها الذي استطاع الوقوف في وجه كل التحديات والوقوف في وجه أقصى الأمور التي عادت سوريا. يعني إذا عندما نقول 10 سنوات من ميلاد الوطن، يعني 6 سنوات منها داخل الأزمة. هذه التحديات كلها استطاع العاملين والمنتسبين في جريدة الوطن أن يتحدوا العالم أجمع لتبقى الكلمة الصادقة، الكلمة التي تقول هو الوطن الباقي. استطاعوا نقل الخبر بكل رقي، بكل مهنية. لهؤلاء نقول كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله إلى مزيد من الاستمرار والتقدم. الهدف الأساسي عند تأسيس الوطن هي أن يكون هناك وسيلة إعلامية لا تنقل الخبر بل تصنع الخبر، وأقول الحمد لله تمكننا من تحقيق هذا الهدف، وباتت الوطن اليوم مصدر رئيسي للأخبار، ينقل عنها في كافة وسائل العالم. ومستقبل لدينا طموح طبعا كبير، وسنعلن اليوم أمام الجميع بداية الإعلام الإلكتروني في الوطن من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية وموقع أونلاين 24 ساعة. كان هناك أبولة وضع، وحاولت أن أفتح أبواب المستقبل للوطن، أن نبحث في المستقبل عن الأفضل للوطن. مر الزمان وكم تأثرت عندما رأيت وضاح يحمل المستقبل إلى الوطن، ويأتي ويفتح أبواب الوطن للمستقبل، يفتح أبواب الوطن بعد سنوات عشر، يفتح
أبواب الوطن للنصر.